السلام عليكم يا جماعة، ده سيكشن إن شاء الله Clinical Applications of Fake Pharmaceutical، جزء Diagnostic Application إن شاء الله. هنتكلم يا جماعة عن Diagnostic Application، وهناخد Examples The Radio Pharmaceuticals اللي بتستخدم Diagnostic Application. في مصطلح مهم عايزاكم تعرفوه اللي هو السنتيجرافي. السنتيجرافي ده عبارة عن Diagnostic Technique بناخد فيه 2 dimensional picture، صورة ثنائية الأبعاد للـ internal body tissue. طب ازاي باخدها؟ باستخدام الراديو اكتيف ماتيريال. ازاي؟ ان انا بصور الراديشن اللي حاصل له emission من الراديو اكتيف ماتيريال اللي موجودة في الـ body tissue. تمام؟ يبقى ايه هو السنتيجرافي ببساطة كده؟ diagnostic technique in which 2 dimensional picture of internal body tissue is produced through the detection of radiation emitted by the radioactive substance administered to the body. تمام؟ طيب نيجي بقى اول حاجة هنتكلم عن التكنيشن ليبل راديو فارماسيوتيكال. دي عادة expiration بتاعها بيبقى after 6 to 8 hours. تمام؟ طيب التكنيشن يا جماعة اول حاجة معايا منه التكنيشن مترونيت. ده بيتكون من كومبلكس او فارماسيوتيكال برودكت ويستخدم في الايميجنج. ده عباره عن ايه؟ تكنيشن ايون كومبلكس مع الميدرونيك اسيد. الميدرونيك اسيد ده عباره عن تايب من البيسفوسفونات. خلاص البيسفوسفونات معروف ان هو الملح المكون لايه؟ مش البيسفوسفون اللي مكون لايه؟ بالكومبوزيشن بتاع الايه؟ البوم. تمام؟ طيب نيجي بقى نتكلم عن التكنيشيوم مترونيت. ده ليه بيستخدم في الدياجنوزيس؟ بيستخدم يا جماعه في اي نوع من الدياجنوزيس اللي يكون سنتيجرافي. يعني باخد بصور البون تيشو واعمل له ايميجنج عن طريق التكنيشيوم مترونيت. تمام؟ ليه اشمعنى التكنيشيوم مترونيت؟ لان خاصيه ان هو بيحصل له اكويشن في المينرال فيز من البون. تمام؟ هو صوره من صور البيسفوسفونات المكون من البون. فلما يحصل له اكوميشن في المينرال فيز بتاعه البون بنسبه 50% من الانجكتد دوز، اقدر بعد كده اقدر اعمل له بسهوله انرجي. تمام؟ طيب ماكسيمم اكوميشن للتكنيشن ليبل مترونيت او MDB بيبقى after 1 hour from injection. تمام؟ طيب ده بيبقى available في صورة ايه؟ بيبقى available في صورة multi-dose kits. تمام؟ خلاص يبقى هو بيبقى available في صورة multi-dose kits. خلاص الجرعات جاهزة multi-dose kits. تمام؟ تاني حاجة يا جماعة نتكلم عنها في التكنيشن راديو فارماسيوتيكال، التكنيشن بايسيسيت انجكشن. دي بتستخدم في السريبرال سنتيجرافي بناء على ايه؟ او البرين انجكشن. بناء على ان المركب ده يا جماعة بيبقى لايبوفيليك كومبلكس، عبارة عن لايبوفيليك كومبلكس. ليه هاي بيميز ان هو هاز هاي فيرست بوست اكستراكشن فراكشن زائد هاي ديبوزيشن اند ريتنشن في البرين. الديبوزيشن والريتنشن في البرين بيبقى مرتبط او بروبورشن بيقول عليه بروبورشنال تو ذا سيريبرال بلاد فلو او السيريبرال برفيوجن. سيريبرال بلاد برفيوجن. تمام؟ الفكره بقى ان هو بيعمل ايه بقى؟ ده بيسمح لي انا لما يوصل للسيريبرال ان انا اقدر اعمل ايميجين للسيريبرال بلاد فلو. لو في ابنورمال سيريبرال بلاد برفيوجن بقدر استنتجه من الايميجين ده. تمام؟ طيب الفيديو نيوكلايد اللي عندي ايميشنز بتسمح لي ان انا اعمل اكسترنال ايميجين للسيريبرال distribution of the agent، وبالتالي اقدر اعمل detection لل altered region of cerebral perfusion. طيب بالنسبة لل retention، هو retained في البرين due to ان في process بتحصل معايا
في الانفيفو بيحصل انفيفو ميتابوليزم جوه السيربيوم بيحصل ايه؟ دي استريكريشن. فالبرايمري كومبلكس بيتفكك بقى بعد كده بيديني ايه؟ بولر ليس ديفيوزبل كومباوند. الريتنشن بتاع الايجنت ده في البرين بيبقى ديو تو الخاصيه دي، ان هو الانفيفو ميتابوليزم بتاعه او دي استريكريشن بتاعته كومبلكس بتطلع لي مركب بولر ليس ديفيوزبل كومباوند. بنقول ايه نوع الكومباوند ده؟ مونو او داي اسيد، تمام؟ فبيفضل ريتيند في البرين، خلاص؟ طيب بناء على كده هو بيستخدم في السيريبرال سنتجرام. طيب بالنسبه للتكنيشن بايسيسيت برضه بنقول ان هو افيلبل از سنجل دوز كيت، افيلبل از سنجل دوز كيت، تمام؟ نيجي للتالت راديو فارماسيوتيكال من التكنيشن ليبل راديو فارماسيوتيكال اللي هي تكنيشن البومين نانو كولويد انجكشن، تمام؟ على حسب نوع الانجكشن بقى نبتدي نقول ان انا هستخدمها لايه. مثال لو انا خدت الانترافينوس انجكشن منه بيحصل ان هو بيحصل له كليرنس باي ليفر والسبلين والبون مارو، تمام؟ فبنقول هو نستخدم هنا بنستخدمه فور بون مارو ايميجين، بون مارو ايميجين، تمام؟ ده بيتاخد ايه؟ از اي في. طيب لو اديته سبكيتينوس انجكشن هنا هيحصل ايه بقى؟ هيحصل اختلاف بقى في الديستريبيوشن. 40% من البارتكلز فلترد انتو ذا لمفاتيك كابيلاريز، يعني انا كده عندي جزء كبير قوي في الليمفلويدز، تمام؟ انا ممكن استخدم الكلام ده في ايه؟ في الليمفو سنتجر. يبقى مناعة الخاصية دي بعد الحقن دي السبكيتينوس انجكشن هستخدمه في الايه؟ في الليمفو سنتجر، تمام؟ طيب هو بيبقى available as multiple dose kit after reconstitution 95% من colloidal particles تبقى ليها المفروض diameter 80 نانومتر او اقل، تمام؟ خلاص يا جماعه، يبقى من ضمن خصائصها ان هي لازم 95% من particles يبقى 80 نانومتر او اقل، خلاص؟ نيجي بقى بعد كده تاني نوع من انواع البيوتي فارماسيوتيكال الصوديوم ايودايد. احنا خلصنا التكنيشن، دلوقتي دخلنا في الصوديوم ايودايد ريديو اكتيف صوديوم ايودايد سوليوشن اند انجكشن، تمام؟ دي بتستخدم في فانكشنال اند مورفولوجيكال ستادي اوف ثايرويد جلاند. مشهور قوي الريديو اكتيف ايودين للدايجنوزيس اوف او ستادي بتاع ايه؟ الدايجنوستيك تيست للثايرويد جلاند، تمام؟ برضو هنلاقيها بعد كده ان شاء الله في الثيرابيوتيك ابلكيشنز، خلاص؟ طيب بنقول ايه؟ peak levels of iodide are achieved in thyroid gland within few hours، يعني مجرد ما انا هدي كلها within few hours هتوقع ان انا هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي اقدر اعمل ايه؟ انجين، خلاص؟ طيب الدوز اللي انا بديها depends، يعني انا عايزه اعمل thyroid imaging ولا ثايرويد جلاند ايمجينج، ولا عايزه اشوف ثايرويد ميتاستيزس، يعني هعمل ايمجينج للثايرويد جلاند زي ما هي ولا بشوف الميتاستيزس بتاعها، على حسب بحدد الدوز. لو انا عايزه اعمل ايمجينج للثايرويد جلاند يبقى بستخدم 20 ميجا بكوري، تمام؟ لو انا عايزه اعمل ثايرويد ميتاستيزس ايمجينج بستخدم 400 ميجا بكوري، خلاص؟ طيب prepared as sterile solution sterile solution هنستخدمه بقى هيبقى في صورة 0.9% sodium chloride water for injection، خلاص؟ تمام. نيجي بعد كده تالت نوع fluoro deoxy glucose injection. fluoro deoxy glucose injection دي بتستخدم يا جماعة في البوزيترون emission tomography للدايجنوزيس بتاع الجلوكوز اثرايزيشن في البرين في كاردياك اند نيوبلاستيك ديزيز، يعني شوفوا الاثرايزيشن بتاع الجلوكوز في الايه؟ الامراض دي، تمام؟ طيب اشمعنى؟ دول الفلورو ديوكسي جلوكوز ده جلوكوز انالوج،
جلوكوز انالوج، عشان كده بس اقدر اشوف الجلوكوز اترايزيشن عن طريق ان انا استخدمه تمام واشوفه في السيل تمام. يبقى هو جلوكوز انالوج مماثل للجلوكوز، تركيبه شبه تركيب الايه الجلوكوز تمام. وتيكن باي سيل زيه زي الجلوكوز، هي بتاخد باي سيل تمام، باي جلوكوز ترانسبورترز. يبقى دي اهم صفه فيه ان هو جلوكوز انالوج، وبالتالي هيتاخد باي سيل باي جلوكوز ترانسبورتر، هيحصل له فوسفوريليشن زي الجلوكوز عادي خالص. بعد كده بعد الفوسفوريليشن الناتج المكون عندي اللي هو بيبقى فلورو ديوكسي جلوكوز 6 فوسفيت. ده الفرق عن الجلوكوز بتاعه ان هو ايه؟ كانت بي ميتابولايز، خلاص وقفت الميتابوليزم انلايك جلوكوز تمام؟ هيفضل تراب في السيل. طب تراب في السيل معايا ايميشن، يبقى انا اقدر اعمل ايه؟ انرجي خلاص تمام؟ طبعا بنقول ان افتر الاي بي انجكشن منه بتبقى الجرعه بتتوسع بسرعه جدا مينلي في البرين والهارت، مينلي في البرين والهارت. في معلومه كمان، لو انا عندي بيشنت دايبيتك، لو انا عندي بيشنت دايبيتك لازم اعمل له بلاد جلوكوز مونيتورنج الاول، لازم اعمل له كنترولنج للبلاد جلوكوز ليفل خلاص، لازم اعمل له مونيتورنج للبلاد جلوكوز ليفل. هتقولوا لي قبل الانجكشن بس؟ لا، قبل الانجكشن وبعد الانجكشن خلاص تمام يا جماعه. يبقى انا عندي النوع ده من ريدي فارماسيوتيكال مستر اللي هو انالوج للجلوكوز، استفدت منه في الصفه دي الزياده عن الجلوكوز ان هو ان ميتابولايز، هيبقى تراب في السيل، تالي الايميشن اللي طالع عندي هقدر ايه اشوفه خلاص، هيفضل تراب في السيل، هيبقى عندي عارفه السيلز اللي بتعمل اترايزيشن للجلوكوز شايفه الايميشن في الانرجي خلاص تمام. طيب يا جماعة رابع نوع هنتكلم عنه هو الكروميوم انتيب انجكشن، دي الاكسبيريشن بتاعها بيبقى after 90 days. دي خصائصها يا جماعة ان الكروميوم انتيب كومبلكس ده بيبقى اكسكريتد اكسكلوسيفلي باي ذا كيدني عن طريق الجلوميرولار ممبرين تمام. ف نتيجة لذلك نتيجة ان هو كمان بيبقى بيعمل زي بيحصل اكوليبريتس او بيتوزع ما بين الانترا والاكسترا فاسكولار سبيس خلال نص ساعة لساعة ونص، وبعديها على طول بيحصل له اكسكريشن كيدني بمعدل ثابت. نتيجة الخصائص دي كلها بيستخدم for determination of glomerular filtration rate in assessment of renal function. ده بيبقى يا جماعة available في single dose vial، available as single dose vial، يبقى بيستخدم for the glomerular filtration rate determination لل assessment بتاع renal function خلاص تمام. طيب نيجي نتكلم يا جماعة عن رابع نوع الكروميوم اديتيت انجكشن، دي الاكسبيريشن بتاعها بيبقى بعد 90 يوم. دي يا جماعة بتتاخد اي في، بعد الاي في انجكشن الكروميوم اديتيت يبتدي يحصل له ان هو يتوزع ما بين الانترا والاكسترا فاسكولار سبيس خلال 30 ل 90 دقيقة تمام. Then is excreted by the kidney at constant percentage خلاص. هو exclusively بيبقى excreted by the kidney تمام عن طريق الجلوميرولار ممبرين خلاص. فبناء عليه بقدر احدد اعمل determination للجلوميرولار filtration rate خلاص. ده بستخدمه في assessment of renal function. الكروميوم اديتيت بستخدمه عشان اعمل determination للجلوميرولار filtration rate، ده indication على renal function. الكروميوم اديتيت انجكشن دي بتبقى available يا جماعة as single dose vials، as single dose vials تمام. طب يا جماعة هنتكلم عن مصطلح جديد معانا النهاردة اسمه interventional agent. interventional agent هي reagents يا جماعة بستخدمها في النيوكليير ميديسن
او نوكلير ايميجنج، بس ملهاش راديو اكتيفيتي. طب انا بستخدمها ليه؟ لا انا بستخدمها مش زي الراديو اكتيفيتي، ما عندهمش راديو اكتيفيتي خالص، لا بستخدمها فور their pharmacological effect. تمام، their pharmacological effect بيزود لي ال sensitivity بتاعت ال test ال specificity بتاعته. يعني هي ملهاش دور في ال radiation، لكن ليها دور في زيادة ال specificity أو ال sensitivity بتاعت ال test. يبقى ال interventional agent يا جماعة they are non radioactive drugs used in nuclear medicine for their pharmacological effects. تاني حاجة they cause body to react in a certain way so enhance sensitivity or specificity of the study. تمام؟ حاجة كمان بسبب الفارماكولوجيكال effect بنبتدي ناخد بالنا منهم من الجرعات بتاعتهم، هما ليهم لسه برضو يعني هما أدوية برضو ليهم فارماكولوجيكال effect، يعني باخد بالي برضو من الجرعات اللي أنا بديها، باخد بالي من الكونترا indications، باخد بالي من السايد effects بتاعتها. ليه؟ لأن هي حاجات برضو ليها فارماكولوجيكال effect، متوقع ان هي بقى ليها نفس تأثيرات الأدوية العادي بتاعنا. تمام، طيب ايه تاني؟ التايم اوف ادمنستريشن بتاعها مش حاجة معينة، ممكن يبقى قبل، ممكن يبقى بعد، ممكن يبقى مع الايه الريديو فارماسيوتيك. خلاص يا جماعة، يبقى ده تعريف الانترفنشنال ايجنت. هناخد بعض الريجنس اللي هي تابعة الانترفنشنال ايجنت. اول حاجة معايا ان شاء الله هو الأسيتازولاميد. الأسيتازولاميد يا جماعة بيستخدم as adjuvant مع أو خلال تصوير أو brain imaging. اشمعنى for identifying ischemic areas؟ تمام؟ لما استخدم brain imaging for identifying ischemic areas بيستخدم الأسيتازولاميد معاه. طيب ده بيعمل إيه؟ بيقلل rate of carbon dioxide elimination، وبالتالي بيزود cerebral blood flow. تمام؟ من 30 ل 40% above the baseline in normal patient. تمام؟ الأسيتازولاميد ليه خاصية ان هو بيقلل الـ rate of carbon dioxide elimination وبيزود الـ cerebral blood flow 30 ل 40% above the baseline in normal patient. عشان كده هو بيستخدم في حالة الـ ischemic patient. خلاص؟ patient with ischemic. طيب طريقة حقنه ازاي؟ بيبقى IV برضه بس 2 to 5 minutes before the perfusion agent. البرفيوجن ايجنت ده لقب او مش لقب، لفظ بنقول عليه الراديو فارماسيوتيكال اللي هيستخدم معايا في البرفيوجن ستادي. تمام؟ طيب بعد الحق 10 ل 25 دقيقة بعد الحق السريبرال ايمجينج از كاريد اوت. يبقى انا عندي الاسيتازولاميد يا جماعه ده بيستخدم في البرين ايمجنج عشان يحدد وجود سكيميا. ليه؟ في الناس اللي هي عندها سكيميا بيحصل ايه؟ بيساعد على يقلل الاليمينيشن ريت بتاع الكربون دايكسايد ويزود الايه السيريبرال بلس فلو 30 ل 40% above the baseline in normal patient. بالتالي استفيد منه، يعني كده بستفيد منه. خلاص؟ تمام؟ طيب تاني حاجة معانا الأدينوسين. الأدينوسين يا جماعة بستخدم as adjuvant في myocardial perfusion agent. امتى بستخدمه يا جماعة؟ لما بيبقى في جزء الـ stress portion من study مش قادرة أحققه بالـ exercise، بس في الحالة دي بدي مين؟ أدينوسين معاه. تمام؟ احنا عارفين الأدينوسين هنا بيبقى potent vasodilator، potent coronary and peripheral and coronary artery vasodilator. تمام؟ دي خاصية ان هو rapidly taken from the vasculature blood vessels and metabolized with half life 10 seconds. تمام؟ بستفيد من الصفات بتاعته دي، وبيستخدم يا جماعة كانفيوجن. طيب هو بديه ازاي؟ بديه انفيوجن. طب والبرفيوجن ايجنت اللي هو الراديو فارماسيوتيكال اللي هو المفروض الادينوسين بدي الأدينوسين معاه امتى؟ اديهوله امتى؟ بديه في نص الانفيوجن. يعني بدأ مثلا الانفيوجن بتاعتي مخلصة الهاف واي بوينت. يعني ايه؟ يعني مثلا بداية الانفيوجن وصلت لنص البولين بتاع الانفيوجن، يبقى هبتدي ايه؟
احقن الايه الفيوجن ايجنت، يبقى ايه الفيوجن ايجنت اوريدي ايه ادمنستر. خلاص يبقى انا ببتدي الاول بالادينوسين از انفيوجن، في نص الانفيوجن وصلت لنص الانفيوجن يبقى هدي مون الفيوجن ايجنت. خلاص دلوقتي معانا كمان الكابتوبريل ده. الكابتوبريل برضه من ضمن الريجنتس اللي بتستخدم لتزيل فارماكولوجيكال افكت. اول حاجه يا جماعه بيستخدم از اجنت تو رينال ايمجينج تو دايجنوز رينو فاسكولار هايبرتنشن. تمام البيشنتس اللي عندهم رينو فاسكولار هايبرتنشن بيبقوا معتمدين على الانجيوتنسين 1 انجيوتنسين 2 كومبنساتوري ميكانيزم عشان يستمر معاهم او يمتين جلوملار فلتريشن بيرفيوجن ان ذا افكتد كيدني. تمام طيب الكابتوبريل هستفيد منه ان هو انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور، وبالتالي هيعمل ايه بلوكينج الكونفرجن اوف انجيوتنسين 1 تو انجيوتنسين 2. وعليه لما بيبقى الكابتوبريل بيتاخد مع البيشنت هيبتدي يعمل انهبيشن للفازو كونستريكشن في الكيدني ارتريوز، وبالتالي هيقلل الجلوملار فلتريشن بريشر البيشنت و ان ذا بيزك رينوجرام اثناء الايه الانجيو. طيب بيتاخد ازاي يا جماعه؟ هو الكابتوبريل هيتاخد عادي احنا ارز، هيتاخد في صوره ايه اورال. تمام اورال بيستشفون عادي اورالي، هيتاخد اورالي. الراديو فارماسيوتيكال بقى هيتاخد ساعه بعدين. تمام الكابتوبريل الاول والراديو فارماسيوتيكال بعديها بساعه. تمام طيب برضو اثناء البروسيدور ده بندي دايريتك، عشان يا جماعه الدايريتك ده بيبقى بيتاخد مع الريجي فارماسيوتيكال. يعني بدي الكابتوبريل الاول بعديها بساعه بدي الريجي فارماسيوتيكال مع الدايريتك. الدايريتك ده هيحسن لي الفيجوال اند كوانتيتيف انتربريتيشن اوف ذا ستادي. تمام بصوا يا جماعه الكابتوبريل هيقلل لي الفازو كونستريكشن في الكيدني ارتريوز في الافكتد كيدني، هيقلل جلوبال فلتريشن بريشر. الدايركت استخدمه مع الريديو فارماسيوتيكال ليه؟ عشان يحسن الكوانتيتيف انتربريتيشن بتاع الستاد. طيب الميتوكلوبراميد ده برضو معايا بيستخدم يا جماعه في الجاستريك امبتاينج ستاديز. في الجاستريك امبتاينج ستاديز عشان يحصل امبتاينج لازم يبقى فيه جي اي تي ميتيليتي. الميتوكلوبراميد بيساعد على الريليز اوف اسيتايل كولين من الميزنتريك بلكسس، وبالتالي بيزود الابر جي اي تي ميتيليتي. طب بيستخدم ازاي يا جماعه؟ ده بيبقى انجكتد از انترافينوس انجكشن. تمام هنتكلم بعد كده يا جماعه عن الانسترومنتس يوزد فور ميجرينج راديشن اند اكسبوجر. بنقول ان انا عندي انسترومنتس دي بستخدمها في الراديو فارماسي او النيوكليير ميديسين ديبارتمنت باي ذا راديو فارماسيست خلاص، او النيوكليير ميديسين تكنولوجيست. خلاص الاجهزه ايه انواع الاجهزه ممكن استخدمها؟ في الدوز كاليبريتور، دوز كاليبريتورز، او الجايجر مولر كاونتر. جايجر مولر كاونتر هنمسك اول حاجه الدوز كاليبريتور. الدوز كاليبريتور يا جماعه بص على شكل الجهاز عشان نعملها بعد كده، نقول ان هو وان اوف ذا موست اسينشال انسترومنت. ده بيقيس الاكتيفيتي اوف ريديو نيوكلايد فور ذا فورميوليشن and dispensing of radio pharmaceuticals، بقيس كمية الأكتيفيتي في المادة الإشعاع فيها قد إيه عشان أعرف الفورميوليشن بتاعتي أو اللي أنا الراديو فارماسيوتيكال بتاعتي هيكون فيها جرعة قد إيه. خلاص ده بيبقى gas filled detector. gas filled detector ده بيبقى شكله إزاي؟ زي ما هو هنا وصف لي cylindrical sealed chamber، زي ما إحنا شايفين حاجة اسطوانية كده، شامبر اسطوانية with central well، يعني هي مجوفة من جوه جواها well. well يعني ايه يا جماعة؟ يعني حرفيا اسمها بي، بس هي يعني طبعا هي اسطوانة مجوفة، معناها ان هي مجوفة. تمام الاسطوانة دي ال well اللي فيها في ايه؟ في حاجتين، الارجون والهالوجين تريسز بتبقى موجودة at high pressure. تمام يبقى متخيلين من الرسمة، الرسمة دي اسطوانة تمام وجواها الويل. الويل ده فيه الارجن والهالوجين تريسز في موجوده في ايه؟ في هاي بريشر. تمام
لما اجي اعمل الفولتج ابلكيشن 150 فولت ما بين التو الكترودز يبتدي الجاز موليكيولز جيت ايونايزد باي ذا راديشن. يعني انا عندي الماده اللي انا حاطه فيها حاطه في الوقت تمام، او لما اجي اوصف له بيشتغل ازاي، الماده اللي انا عايزه اقيس لها الراديشن بحطها في الوقت مع الابلكيشن بتاع الفولتج 150 فولت، يبتدي يحصل ايه يا جماعه؟ يبتدي يحصل ايونايزيشن للجاز باي راديشن. خلاص الاين بيرز ار كولكتد از اكرنت. بعد كده بيحصل كمان عندي ايون بيرز، الايون بيرز دي بتظهر بصوره ايه يا جماعه؟ كرنت. الكرنت ده قوته شدته تبقى انديكيشن على الاماونت اوف راديشن. تمام، فهمنا الفكره؟ طبعا كل ده هيبقى بعد كده هيظهر عندي على الشاشه ديجيتال، اعرف كميه الراديشن. طيب نخلي بالنا بقى من الحاجات اللي جايه. اول حاجه ان في different types of radiation من different amounts of ionization. تمام، وبالتالي مادام في different types of radiation نتوقع ان هيبقى في different types of current. تمام، بمعنى ان المثال لو انا عندي واحد من الكيوري من التكنيشن وواحد من الكيوري من ال ايدين radio level ايدين. تمام، الاثنين ليهم radio activity نفس الراديو اكتيف صح؟ تمام، بس هيدوني different quantities of current. different quantities of current تمام؟ عن بعض، مختلفين عن بعض، يعني رغم ان كمية الاكتيفيتي دول الاكتيفيتي بتاعتي 1 ميليكيوري التكنيشن 1 ميليكيوري الآلي، لكن هيدوني اختلاف في الايه؟ في الكوانتيتي بتاعت الكرنت. ليه؟ لاختلاف نوع الراديشن. خلاص؟ طيب this is internally calibrated in those calibrator by using resistors to compensate the differences in current and different of different radio nucleides. تمام، ده طبعا يا جماعه الاختلاف ده بيعمل له internal calibration by the those calibrator. ازاي؟ عن طريق استخدام حاجه اسمها resistors. resistors دي بتعمل ايه؟ compensation للdifference في الكرنت due to الكرنت due to الديفرنت radio nuclei. تمام، طيب بنقول ان كمان في حاجه الايدين الايدين radio level ايدين بيديني half life 8 days with different types of radiation beta minus and gamma emission. تمام، وبالتالي ممكن يديني ايه يا جماعه؟ different types of a current، وبالتالي بستخدم resistors في الحاله دي. تمام، برضه بستخدم resistors عشان اخلي بالي من different current و different a radio current. خلاص، طب هنتكلم بقى بعد كده ازاي استخدم دوس كالكوليتور، يعني عشان نبقى متخيلين هشتغل ازاي. اول حاجه كل radio nucleide ليه حاجه اسمها calibration factor، انا بظبطه على الجهاز سواء بندوس بتن او بنعمل دايلينج لرقم على الانستر. تمام، بحط السامبل بتاعتي طبعا في سيرنج او فايل او اي كونتينر، واحطها بعد كده في الشامبر ويل اللي قلنا اللي هي الجزء الخراب اللي موجود في السلندر او السلندريكال بتاع الايه الدوز كالبيت. تمام، بعد كده الـ activity reading هتطلع لي مباشرة على الـ digital meter of the dose calibrator. يعني الموضوع بالسهولة دي، انت بتحدد بس تحط لي الـ calibrator factor بتاعي ده indication على specific radio nuclide، يعني يبقى انت بتقيس radio nuclide معين. تمام، بعد كده تحط السامبل بتاعتك في الكونتينر في syringe في vial whatever، تحطها في الويل بتاع السلندر بتاع الجهاز، بعدين بتبتدي القرايه تطلع على الديجيتال ميتر دي قياس الايه؟ الاكتيفيتي بتاعتي. تمام، الكواليتي كنترول ايه اخبارها؟ الكواليتي كنترول على حسب، انا دلوقتي بعمل قياس اولا بقيس الاكيرسي وبقيس اللينيرتي بتاعت الايه؟ الجهاز التجربه بتاعتي. تمام، الاكيرسي يا جماعه
بقيسها سنويا، يعني بتتحدد سنويا او بتتحدد شكل بفحصها سنويا، تمام. اللينيارتي برضو تشيكت بس بفريكوانسي اعلى، يعني مش مرة في السنة، لا اربع مرات في السنة، كل 3 شهور وابتدي اعمل ايه يا جماعة؟ تشيك لللينيارتي. طب بيتم ازاي بقى؟ ده بيتم يا جماعة بالستادينج او ميجرينج اوف ديكي اوف تكنيشن اوفر ذا كورس اوف 72 اورز. المفروض الديكي بتاعي يبقى بتاعي في صورة لينير كيرف as indication على اللينيرتي بتاعتي، خلاص تمام. يبقى انا عندي الاكيرسي واللينيرتي دي من الكوالتي كنترول تيست بتاعت الدوس كلينيك. قلنا الاكيرسي مهم ان هي تتفحص كل سنه، اللينيرتي تتفحص كل 3 شهور، يعني 4 مرات خلاص، طيب او كل ربع سنه. ايه تاني من الكوالتي كنترول تيست؟ الدوس كالبريتور اللي هي ايه؟ الكونستنسي. الكونستنسي يعني ان هو عامل الثبات، تمام. ازاي اعمله ده بقى يا جماعه؟ بيبقى تشيك ديلي باستخدام ريجنت. الريجنت ده هعتبره ستاندرد خلاص، ده اللي هقيسه كل يوم. الريجنت ده من ضمن مواصفاته لازم يكون ليه لونج هاف لايف. لونج هاف لايف مثال عندي ماده السيزيوم، الهاف لايف بتاعها 30 سنه، تمام. يبقى انا كده عملت تيستنج للايه؟ تاني نوع من الاكسبيرمنتس يا جماعه معانا الجايجر مولر كاونتر. جايجر مولر كاونتر، تمام. ده يا جماعه بيبقى نوع تاني من الجاس فيلد ديتكتورز، بس هو ليه قدره ان هو اوبريت ات يعني بيشتغل عند 1000 فولت. احنا كنا قلنا قبل كده دوس كالبريتور بيشتغل عند 150 فولت، بقى هنا ده بيشتغل اوبريت لازم عند 1000 فولت، تمام. also called survey meter. ليه يا جماعة؟ لان هو most sensitive radiation meters. most sensitive radiation meters عشان كده بنستخدمه في survey. يعني ايه survey يا جماعة؟ يعني انا بعدي الجهاز على مكان ما ومجرد ما يبقى فيه radiation بيديني ايه؟ بيديني indication على كده، تمام. بنقول عليه most sensitive. ده بيقيس البيتا بارتكلز واللو ليفل اوف جاما راديشن. من هنا اكتسب الهاي سنسيتيفيتي بتاعته. ويوجوالي بستخدمه في ميجرمنت اوف اكسبوجر، وبيديك قرايات حتى المايكرو رونتجن. الرونتجن دي وحده قياس الايونيزيشن راديشن، تمام. ممكن يديك الريدنج بالمايكرو او الملي او الرونتجن، تمام، بير اور اكسبوجر، تمام. خلاص يبقى من هنا اكتسب ايه؟ ان هو ليه خاصيه سنسيتيفيتي عاليه، ومن هنا بقى ليه افضليه ان هو يستخدم في ايه؟ في السيرفي. طيب نيجي بقى لفكرته. فكرته يا جماعه ان هو مصمم بحيث انه التصميم بيبقى فيه مايكا ويندو. مايكا ويندو بنقول عليها زي نوع من انواع السيليكون ويندو. السيليكون ويندو في وان اند منه، دي بتسمح او ما بتوقفش البيتا بارتكلز اند ويك جاما ريز، خلاص. طيب بعضهم بيبقى ليه فلاشينج لايت او الارم، بيبتدي يظهر او بيتفعل لما يوصل الراديشن انتنسيتي عاليه، يعني يوصل فاليو معينه بعديها يبتدي الفلاشينج لايت او الالارم ده ايه يبتدي ايه ينبه الشخص ان هو في ايه في راديشن انتنسيتي اعلى من المسموح، تمام. This type is called area monitor. النوع ده من الأجهزة اسمه ايه؟ area monitor، تمام. طيب هنشوف بقى sources of measurement error. ايه مصادر الخطأ في القياس؟
اول حاجه بنقول ان الانسترومنت هي احنا اوريدي عملناها مثلا كالبريشن، ممكن يبقى في مشكله في طريقه القياس، بمعنى ان وانا بقيس الراديو نوكلايد استخدمت مثلا كونتينر ليه فوليوم معين، في اختلاف في الفوليوم ده يديني اختلاف في الميجرمنت، تمام؟ زي ما احنا هنشوف بعد كده هنقسم الاخطاء دي. مثلا في فيلينج فوليومز مختلف، يعني بدل ما انا بقيس في واحد مثلا 1 ملي، لا بقيس في 2 ملي، ده برضو بيدي ايه measurement error. طيب يبقى عندي هنا في types of error هنقسمهم geometric و volumetric، تمام؟ نيجي للجيومتريك يا جماعة، ده على حسب شكل الكونتينر. هنا جايب لي أمبول، جايب لي فاير، جايب لي سيرنج، تمام؟ لو خدنا بالنا أنا عندي شكل الكونتينر أمبول بيديني higher activity measurement، الفاير مديني 25، السيرنج مديني 28. طيب اختلاف الراديو اكتيفيتي هنا ده due to change في الكونتينر، تمام؟ due to change في الجيومتري بتاع الكونتينر، تمام؟ وبالتالي هتأثر على الميجرمنت بتاع الراديو اكتيفيتي. طيب في نوع تاني اللي هو فوليومتريك ايرور. الفوليومتريك ايرور بقى يا جماعة ده متعلق بالفوليوم اوف فيلينج، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي الميجرد اكتيفيتي يا جماعة، هنلاحظ من الرسمة هنا، نبص كده مع بعض، الجزء ده الفيلنج فيه الفيلنج فوليوم ايه قليل، بعدين يبتدي يزيد، تمام؟ الزيادة في الفيلنج فوليوم ادت الى زيادة في الفيلنج فوليوم ادت الى ان الاكتيفيتي بدأت ايه تقل. طب ده يا جماعة راجع لايه؟ راجع لان الفوتون ابزوربشن باي زي ليكويد، بيحصل فوتون ابزوربشن باي الفوتون ابزوربشن باي ذا سورس ليكويد، ده بيؤدي الى lower response، وبالتالي الكالبريتور لما يجي يقرا هيقرا ايه radio activity اقل، تمام؟ بص يا جماعه، وبناء عليه يا جماعه the typical national institution of standard and technology او نقول اختصار NIST source used for the determination of activity كالبريتور دايت سيتنجز، الكونتينر اللي انا هستخدمه عشان احدد الراديو اكتيفيتي في الدوز كالبريتور هتبقى كالاتي: جلاس امبول، سين مولد جلاس امبول، تمام؟ بتبقى فليم سيلد، والحجم بتاعها 5 ملي. يبقى انا كده ايه يا جماعه وحدت الكونتينر بتاعي. يقول لك مش كل الراديو نيوكلايد معرضه ان هي يحصل فيها النوع ده من الاخطاء، يعني الراديو نيوكلايد زي البيتا ايميترز زي الفوسفورس او اللو انرجي جاما ايميترز زي الايودين، دول هما المعرضين اكتر ان هما يبقوا فيه جيومتريك اند فوليومتريك ايه افكتس، خلاص؟ لكن التكنيشن مثلا لا مش معرض للايرورز دي، يعني لسه سيتبل تو ليس ايرورز، خلاص؟ طيب بعد كده يا جماعه بنقول ان سواء في الحالتين في الجيومتريك او الفوليومتريك ايرور لازم اخد بالي في الراديو نيوكلايدز المعرضه للكلام ده اللي ليها سورس اوف ميجرمنت ايرور عالي، ان انا اخلي بالي ان الميجرمنت قدر الامكان تكون اكيوريت. في الحاله دي الدوز اكيوريسي اليو اس فارماكوبيا بتقول ان لو انا عندي انجكتبل ريدو فارماسيوتيكال لازم كالبريتد بحيث ان بوزيتيف ماينس 10% اوف بريسكرايبد دوزز من الدوز اللي اتوصفت. برضو الـ US Nuclear Regulatory Commission برضو confirms limits defining therapeutic effect plus minus 20%، يعني هتسمح ان الـ accuracy بتاعتك تبقى ايه plus minus 20% من therapeutic misadministration، خلاص؟ من ايه الـ dose بتاعتك، خلاص؟ يبقى ده المسموح بيه
في حالة ال radioactive materials. طبعا احنا يا جماعة عندنا materials فيها radiation وفي geometric and polymetric errors ممكن تحصل معايا. ده في نسبة خطأ مسموحة او نسبة الخطأ المسموحة دي زي ما قلنا على حسب ال US pharmacopoeia plus minus 10 من ال prescribed dose. على حسب ال US nuclear regulatory commission دي بتقول ان انا هعمل limiting for defining therapeutic misadministration, يعني التأثير ما يكونش اكتر من plus minus 20%. خلاص يا جماعة, وبكده ان شاء الله يكون ايه انهينا الدرس او